السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم مشاهدين ومتابعين؟ معانا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة، هنشرح طريقة عمل الاسطمبة دي زي ما حضراتكم شايفين ثلاثي الأبعاد، تابعوا معانا. حضراتكم شايفين قلنا هنجيب ورقة عادية جدا 30 سنتي في 30 سنتي. المسافة دي كلها كام؟ مربع، يعني مربع 20 سنتي في 20 سنتي زي ما حضراتكم شايفين، المربع ده كله كده المسافه ديت 20 سنتي 20 سنتي 20 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. قسمنا المسافه ديت هنا 20 سنتي، هنا 10 سنتي وعملنا نقطه، تمام؟ هنا 10 سنتي وهنا 10 سنتي وعملنا نقطه، وهنا 10 سنتي وعملنا نقطه زي ما حضراتكم شايفين، ووصلنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ووصلنا ديت بديت، اصبح عندي هنا 10 سنتي وهنا 10 سنتي وهنا 10 سنتي، قصيتها الكوره بقت قص كده زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي انا عايزه الاسطمبه ديت اللي انا عايزها اهي، قصيتها وفرغتها زي ما حضراتكم شايفين. تابعوا معانا طريقه التنفيذ خطوه بخطوه.
حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي لديكور 3D ثلاثي الأبعاد. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ديسكتي إن شاء الله.